اول شيء اقول الحمد لله على الفوز، وهذا شيء مو غريب على الجاليه النيجيريه. اليوم كنتم متوقعين انه الجاليه النيجيريه حتكسب اليوم امام منتخب مثابه فلسطين؟ والله كنا متوقعين، بس ما كنا متوقعين بهذه النتيجه الصراحه. وش اكثر الامور اللي واجهتكم، اكثر الصعوبات اللي واجهتكم داخل ارضيه الملعب كلاعبين؟ والله اكثر الصعوبات يمكن اعتقد انه ناقصين شويه، ناقصين كم لاعب وبس، والحمد لله انه النقص هذا يعني ما اثر فينا ولا شيء يعني. والجاليه النيجيريه هي للجاليه النيجيريه نعامه، يعني الجاليه النيجيريه اللي ما انحضر. بس اليوم منتخب الفلسطيني كان قريب من التعديل، سجل هدف لكن هدف كان ابيض ملغي. اعتقد ان منتخب فلسطين كان قريب من العوده في لحظه من لحظات المباراه، الشيء ما خافكم كلاعبين؟ والله هذا شيء يعني طبيعي، خاصه انها مباراه افتتاحيه، ويعني طبيعي يجينا الضغط هذا على نهايه المباراه. زملائك اللاعبين والجمهور النيجيري اللي ازركم اليوم، ايش حاب تقول لهم ختاما؟ الله يعطيهم الف عافيه، وان شاء الله باذن الواحد الاحد البطوله هذه ما تروح. الله يبارك في حياتك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اشكر قناه خالد بعزيدان على الاستضافه، وثانيا والله زي ما انت شايف هي مباراه الافتتاحيه دائما مباراه تكون صعبه على الطرفين، والحمد لله واستغلينا خطا منهم وجبنا هدف الاول. اليوم ما ضعتم كم هائل من الفرص، سبب عدم تسجيل وترجمه الفرص الى اهداف رغم انها فرص سهله في بعض الكرات اللي ضاعت عليكم؟ والله تدري اليوم اول يوم اتجمعنا فيها، وثانيا انه زي ما تقول ما في انسجام بين اللعيبه، وضيق الملعب كمان له دور كبير. يعني تعتقد عدم انسجام اللاعبين هالشيء ما راح ياثر عليكم سيما وانتم داخلين في استحقاق قوي مثل هذه البطوله؟ اكيد، بس برضه الملعب له دور كبير، الملعب مره ضيق له دور كبير والله. طيب جماهيركم اليوم، خلينا نخرج من جانب المباراه، الجماهير اليوم حفزتكم وحضرت ملات المدرجات، ايش حاب تقول لهم بعد هذا الانتصار زملائك اللاعبين والجهاز الفني؟ والله اول شيء نشكر الجمهور، اليوم نشكرهم والله جزيل الشكر، لولا الله ثم الجمهور اليوم لو ما سوينا شيء، وقفتهم معانا وازرتهم لنا، الحمد لله جبنا النتيجه هذه. والجهاز الفني اخيرا؟ والله الجهاز الفني ما قصر معانا وعمل كل شيء، ووفروا لنا كل شيء، اي شيء نحتاجه وفروا لنا، والله يجزاهم الف خير، وان شاء الله ما نخيب امالهم، ان شاء الله من افضل لافضل ان شاء الله باذن الرحمن. الله يخليكم، نشكركم على الاستضافه.